أحييكم أوقاتا مشاهدينا، هذه حلقة جديدة من مانشيت أحمر، معي أنا ريمان عيسى إلى أبرز المانشيت. مبادرات تلو أخرى، والأحل سياسيا ينهي أزمة تشكيل الحكومة، التيار يتمسك بالأغلبية، والإطار يقترح حلولا توافقية. وفي مانشيت أحمر، إلى متى يفلت المغتصب من العقاب في العراق؟ ناشطون يطلقون حملة لإلغاء المادة 398 من القانون الذي يسمح للمغتصب بالزواج من الضحية. سقوط ضحايا بانهيار مبنى من 3 طوابق قرب المربع الرئاسي في بغداد، وإخماد حريق كاد أن يلتهم أقساما من مدينة الطب. أهلا بكم. ها نحن على أعتاب الشهر الثامن من إجراء الانتخابات، ولا جديد. تتزاحم المبادرات في جو يكاد يتسع للمزيد. فما الجديد الذي قد يقترحه الإطار ليدفع التيار باتجاه التخلي عن مشروع الأغلبية؟ ولماذا تضع القوى السياسية في نظرها سلسلة الأزمات التي تعصف بالعراق من أمن غذائي يسد رمقا وجفاف قد لا يبقي للبلاد نهريها، واقتصاد يصارع للبقاء، وشعب يتطور جوعا؟ فأي شيء يستحق كل تلك الصراعات؟ نتابع التقرير ونعود لهذا الملف. أكثر من 10 مبادرات لم تفض إلى حلحلة سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة، حتى بعد مرور نحو 8 أشهر على الانتخابات. أوصد الجمود السياسي أبوابه أكثر فأكثر، وظلت القوى تراوح مكانها بثبوت تعطيل واضح لمجريات أهم التشريعات في الوقت الراهن، حيث تصطدم القوانين التي تحمل جنبة مالية بخرق الدستور. ثمة من يؤشر في خضم ذلك النفق أن أمرا إيجابيا يحدث للمرة الأولى في عملية تشكيل الحكومات العراقية بعد 2003، تمثل بانعدام التأثير الخارجي بمختلف أشكاله على مسارات التشكيل، أمر يؤشر فرصة طال انتظارها لولادة حكومة مختلفة عن نسخ الحكومات السبع الماضية. أوساط سياسية ترى في استمرار الأزمة صراعا على المكاسب والسلطة، إذ لا تريد القوى المشاركة في التحاصص المغلف بتسمية التوافقات خسارة نفوذها خلال السنوات الأربع المقبلة، ولا تريد التنازل لأحد. وبين هذا وذاك يستمر المشهد ضبابيا، ذلك أن أكثر المتفائلين والمتشائمين على حد سواء لا يمكن لهم التنبؤ بما سيجري بثبوت الانسدادات والعناد السياسي. أرحب بضيوفي الكرام في هذا الملف. سيكون معي القيادي في تحالف الفتح وليد السهلاني من بغداد، وأيضا عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان من أربيل، والباحث في الشأن السياسي أيضا من بغداد مناف الموسوي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد مناف. يعني آخر مرة ناقشت فيها موضوع المبادرات السياسية هنا في مانشيت أحمر، كان أحد ضيوفي عضو في الإطار التنسيقي ووصف الخلاف بين التيار والإطار بأنه زعل حبايب. إلى متى سيستمر هذا الزعل؟ ستريم، في البداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وجميع متابعي ومشاهدي قناة العربية. لا يعني هذه مجاملة عن أن المشكلة هي زعل حبايب، أنا أقول وربما قلتها أيضا من خلال برنامجك الكريم في أكثر من مرة، قلت اليوم أن هنالك اختلاف في الرؤية، أن هنالك مشروعا تجديديا يتقدمه التيار الصدري، وبالتالي يعني تم الاتفاق عليه من خلال التحالف الثلاثي. هذا المشروع يعني يأتي كأنما مطابقا لمقتضيات المرحلة، يأتي يعني قريب جدا من مطالبات المتظاهرين، يأتي قريب جدا من مطالبات القواعد الشعبية، والتي ملت الفشل المستمر في إدارة
الحكم من قبل الحكومات التوافقية والمحاصصية، وبالتالي يعني جاء المشروع هو عملية التحول إلى حكومة الأغلبية الوطنية. بالتأكيد أيضا أكررها دائما، أقول أن أي مشروع يتعرض إلى تحديات، يتعرض إلى اعتراضات، يتعرض إلى مواجهة ربما، وهذا ما حدث مع مشروع التيار الصدري الذي رفضه الإطار التنسيقي بشكل كبير، وحاول أو استطاع الإطار التنسيقي اليوم الوصول إلى الثلث المعطل ليعطل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي يعطل تشكيل حكومة. اليوم 9 أشهر في رؤية جديدة، في اختلاف في الرؤى، في اختلاف في استراتيجية، لا يمكن أن نتحدث عنه على أساس أنه زعل حبايب بقدر ما أنه مشروع جديد، وهنالك إرادة حقيقية من قبل التيار الصدري، من قبل زعيم التيار الصدري بالمضي بهذا المشروع والذهاب نحو تحول حكومة الأغلبية الوطنية بخيارين وليس بخيار واحد، خيار أن يشكل التيار الصدري هو الحكومة وبالتالي ينفذ برنامجه التحالفي وبرنامجه الانتخابي، أو خيار أن يذهب إلى المعارضة الوطنية. وقلناها دائما أيضا نكررها، قول عدم وجود التيار الصدري ضمن الحكومة يلغي مبدأ التوافقية ويعني نجاح مشروع الأغلبية الوطنية. بالتالي لا يمكن الحديث بهذا الشكل على أساس أنه زعل حبايب أو أنه مشكلة شخصية ما بين شخصيتين سياسيتين. أقول أن هنالك مشروع، وهذا المشروع يعني يعمل بشكل كبير على يعني سيد مناف، الإطار يحاول يعني مغازلة التيار بهذه التصريحات. هو يعني التيار لا يحتاج إلى مغازلة بقدر ما يحتاج إلى إرادة حقيقية، إرادة وطنية بعيدة عن الضغوطات الخارجية، تكون يعني تعمل على محاولة تفتيت أزمة الثقة التي أنتجت نتيجة الأخطاء السابقة أو نتيجة الحكومات التوافقية السابقة ونتيجة سوء الإدارة. وبالتالي اليوم لا نريد تكرار مشهد تشرين الماضي والذي يعني بين فيه الشعب الرفض الحقيقي لهذه الاستراتيجية، وبالتالي رفض على إصرار الأحزاب على الحصول على كل شيء، وبالتالي ترك المواطن هو من يدفع الضرائب. تمام. على كل حال يعني في بداية الحوار أخطأت وقلت أنك في قناة أخرى، أنت في قناة الشرقية، أهلا بك مرة أخرى. سيد عماد باجلان، مسألة التقارب الكردي بين القطبين الكرديين الأخير أخذ عليه أو اعتبره البعض بأنه ربما ضربة للتحالف الثلاثي، يعني كيف تفسر هذا التقارب الأخير وإلى متى سيستمر؟ نعم سيدتي الفاضلة، بداية تحية لك ولضيفك الكريمين والمشاهدين قناة الشرقية نيوز. أنا قلتها سابقا أن التحالف الكردي يعني التقارب الكردي الكردي أو التقارب ما بين الحزبين الرئيسيين الكرديين مسألة تخص مسائل عالقة داخل الأقليم أكثر ما تخص مشكلة الانسداد السياسي في بغداد، وعلى نهج أو قاعدة أن نتفق في أربيل ونختلف في بغداد خير أن نختلف في بغداد وأربيل، لأنه أمامنا تحديات كبيرة في إقليم كردستان، أمامنا سن قانون جديد للانتخابات، أمامنا تأسيس مفوضية انتخابات جديدة، أمامنا إجراء انتخابات هذا في هذا العام تشريعية في إقليم كردستان، وكثير من الأمور، وهذين الحزبين مسؤولين عن 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 إدارة الإقليم منذ عقود. لذلك التقارب فيما بينهما مسألة مهمة، وأنا بتصور انعكاساتها على الانسداد السياسي في بغداد ضعيفة وضئيلة، بدليل على أنه بعد التقارب وبعد الاجتماعات تصريحات واضحة من قبل السيد باب الطلباني أنه لن يلتحق بالتحالف الثلاثي، وتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمرشحه. ما أود أن أوصله للمتلقي ولك وللسادة الضيوف أن عمر الرئاسة الجمهورية، منصب الرئاسة الجمهورية لم يكون حجر عثرة في العملية السياسية. هذا يعني أنه احتمال البارتي يتنازل عن المنصب سيد عماد؟ لا أبدا، كلامي واضح،
رئاسة الجمهورية، منصب رئاسة الجمهورية لم ولن يكون حجر عثرة أمام العملية السياسية ويكون سبب الانسداد أبدا. بمجرد اتفاق الإخوة الشيعة واكتمال النصاب والدخول إلى البرلمان أمامهم خيارات كثيرة، 40 مرشح، مرشح البارتي، مرشح اليكتي، مرشح المستقلين. طيب. لذلك المعضلة لا ليست في مسألة رئاسة الجمهورية ولكنها اتخذت كمفتاح، واستطاعوا تعطيل رئاسة الجمهورية ليس في سبيل تسمية رئيس الجمهورية من البارتي واليكتي. وأنا أجزم لك أن الإطار يعني كان يميل لمرشحنا أكثر من مرشح الاتحاد، ولكن أنه ما بعد تسمية رئيس الجمهورية سيبدأ رئيس الجمهورية أيا كان بتكليف مرشح التيار الصدري. هنا المشكلة، يعني هنا المعضلة أو العقدة هنا. فإذا يعني دائما يسوقون أطراف سياسية أن المعضلة كردية وهم سبب الانسداد، وهذا غير صحيح. نعم. بدليل أن في عام 2018 أيضا اختلف الحزبان وذهبنا تحت قبة البرلمان وكان النصاب مكتملا، نواب البرلمان ارتأوا بانتخاب أو إعطاء أصواتهم للسيد الدكتور برهم صالح، ولم تكن هناك مشكلة ولا نهاية العالم. إذن يعني المشكلة شيعية شيعية. يعني في حال توافق يعني بغداد، كيف سينسحب هذا التوافق على أربيل؟ يعني هل سيتنازل اليكتي لكم عن منصب رئاسة الجمهورية؟ يا سيدتي الكريمة، أولا اليكتي والبارتي لديهم دعيني أقول أمور ومصاعب قد أمامهم في إقليم كردستان أهم بكثير من المناصب في بغداد وأهم من منصب رئيس الجمهورية، ويختلفوا في جزئية تسمية رئاسة الجمهورية ولكن يتفقون على مئات النقاط المشتركة والمصير المشترك في إقليم كردستان، ويعني مصالح شعب إقليم كردستان وأمن واستقرار إقليم كردستان الاقتصادي والسياسي والأمني وكلها يعني أهم المناصب. لكن الاختلاف في مسألة التنافس لن يفسد للود قضية، لأنه جربنا وعشنا هذه التجربة في 2018، لم تكن نهاية العالم ولن تكون القطيعة بين الحزبين. إذا هنا البارتي واليكتي اتفقا في إقليم كردستان، خير أن يختلفا في بغداد وأربيل. فننتظر الأيام المقبلة الإخوة في المكون الشيعي إلى أين سوف يصلون، وبعد ذلك مسألة رئاسة الجمهورية بسيطة ليست بعقدة. يعني إن كان السيد وليد السهلاني جاهزا معي لم يجهز حتى هذه اللحظة. أعود مجددا سيد مناف الموسوي، إذن الحل في بغداد؟ يعني بالتأكيد أتفق مع ما تحدث فيه أستاذ عماد بأن يعني الحال يعني هو هنالك اكثر من حل، يعني هسه مو شرط الحل في بغداد، لكن بالنتيجه يعني اليوم الحديث يعني بواقعيه اكثر هو ان الاتفاق او التوافق او الاقتراب الكردي، واليوم استاذ عماد باجلان تحدث عن مجموعه من الاشكاليات الداخليه يعني سواء في انتخابات الاقليم او غيرها من بقيه الاشكاليات بالتاكيد التي يعني تؤثر بشكل كبير على مستوى العلاقة ما بين الحزبين الرئيسيين. لكن أقول اليوم الحزب الديمقراطي بالتأكيد هو متمسك بخياره أو بتحالفه مع التحالف الثلاثي. طيب. وبالتالي أيضا الاتحاد الوطني، يعني بمعنى أنه حتى إذا تنازل الحزب الديمقراطي عن منصب رئيس الجمهورية إلى الاتحاد الوطني، هل يعني يأتي الاتحاد الوطني ويصبح ضمن التحالف الثلاثي وبالتالي يكلف؟ أعتقد سيد مناف يعني ألا تعتقد أن كل هذه الملفات والخلافات والصراعات ربما تقف عائقا للمضي بمشروع الأغلبية الوطنية؟ على ماذا تعولون اليوم بنجاح يعني مشروع الأغلبية الوطنية وكل هذه الخلافات والصراعات؟ يعني أعتقد أن أصحاب المشروع يعولون على يعني على الحس الوطني. لذلك نلاحظ مثلا أن تغريدات سيد الصدر دائما ما تدعو المستقلين، تحاول أن تدعو البرلمانيين الوطنيين اليوم، ومثلا دائما ما يقول السيد الصدر أبوابنا ما زالت مفتوحة لمن نحسن الظن بهم، في إشارة
الى انه من الممكن ان ياتي جزء من يعني سواء كان برلمانيين او سواء كانت كتلة برلمانية من الممكن ان تاتي وتحل هذا يعني هذا الخلاف، وبالتالي يبقى مشروع الاغلبية هو المشروع الاقوى. انا اعتقد ان المشكلة هي في وجود الضغط الخارجي. نعم. وتحدث السيد الصدر في اكثر من مرة، قال كانت هنالك ضغوطا خارجية وداخلية على ان نتخلى عن مشروع الاغلبية الوطنية، ولكن يعني هيهات لن اتحالف معكم، لن اعود الى التوافقيه، لن اعود الى المربع الاول، وكلها اشارات واضحه عن يعني أن انتم متمسكون بالاغلبيه الوطنيه والبارتي كذلك متمسك بهذا المشروع ومتمسك بمنصب رئاسه الجمهوريه. سيد عماد باجلان، يعني دائما يؤخذ عليكم بانكم ربما رحتم مع طرف فيما يخص الخلاف في بغداد، ويعني من المعتاد بان الكرد دائما ما يلعبون بيضة القبان في الخلافات السياسية تحديدا في بغداد، لماذا هذه المرة رحتم مع طرف، دعني أقول وأنا أعتذر يعني لاستخدام هذه المصطلحات، طرف شيعي دون غيره؟ نعم يا سيدتي، طبعا هذا ما يروج له وهذا غير صحيح. نحن عندما تحالفنا مع التيار الصدري واتحالف سيادة من باب أنه تحالف الأغلبية الفائزة، تحالف الأغلبية الفائزة لا يعقل أن الكتل الفائزة لديها 30 مقعد و50 مقعد و75 مقعد يتحالفون مع كتلة أو قائمة لديها مقعدين أو ثلاثة أو أربعة، هذا غير منطقي. هذا واحد. اثنين، التيار الصدري الجزء الأكبر من المكون الشيعي كقائمة واحدة، يعني عندما نقول إطار ليست قائمة واحدة، مجموعة قوائم لديها مقاعد مختلفة هنا وهناك، هذا واحد. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، لا أحد يستطيع إملاءات فرض الإملاءات على الديمقراط الكردستاني كونه من أقدم الأحزاب الموجودة ولديه رؤية واستراتيجية واضحة، وعندما يتحالف مع التيار هذا لا يعني أنه وقف ضد الإطار، هذا يعني قلناها مرارا وتكرارا. المسألة الأهم أنه لم تدعي أن السيد مناف الموسوي يصل لك الفكرة. إذا ما الآن تنازل، لو فرضيا تنازل الديمقراطي الكردستاني عن مرشح رئاسة الجمهورية، هل ولم يبقى مرشحين سوى مرشح الاتحاد، هل سوف يحضر الاتحاد لإكمال النصاب وتمرير رئيس الجمهورية؟ هذا السؤال مهم. وفيما إذا فرضيا أيضا الآن، لأن الكترة الصدرية ذهبت إلى المعارضة مدة 30 يوم ودعت القوى أنها تتحالف وتشكل حكومة، لو السيادة والديمقراطي ذهبوا إلى الإطار التنسيقي وقالوا لهم تعالوا لنشكل حكومة، هل الإطار سوف يمضي بتشكيل حكومة بدون التيار؟ الجواب لا أيضا. فهنا المشكلة، دائما يروجون الجماعة يروجون أنه سبب الانقسام البيت الشيعي كانوا الكرد والديمقراطي الكردستاني تحديدا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن لم نكن مع طرف ضد طرف آخر، بدليل في 1 شباط الماضي مبادرة الرئيس مسعود بارزاني عندما كلف رئيس الإقليم والسيد رئيس البرلمان والسيد خميس الخنجر وذهبوا إلى الحنانة واستطاعوا إقناع السيد مقتدى الصدر لإشراك الإطار، ولكن بعد يومين قرار ولائم المحكمة الاتحادية بتجميد مرشحنا الدكتور هشام زيباري نسف هذه المبادرة. كلما أطلقت مبادرة حركوا دعوة في المحكمة الاتحادية. على كل حال كان من المقرر أن يكون معنا النائب وليد الصهلاني وهو نائب عن الفتح يعني في البرلمان، لربما كان نعطيه المجال ليرد على هذا الكلام وربما يوضح حقيقة موقف الإطار التنسيقي في هذا الانسداد السياسي، لكنه ربما عالق في الازدحامات واعتذر في اللحظات الأخيرة. سيد مناف الموسوي، يعني أفهم من كلامك وكلام السيد عماد باجلان بأنه يعني الواقع السياسي حتى هذه اللحظة وبعد نحو 8 أشهر من الانتخابات يعني ما زال يدور في نفس دائرة التعقيد، ولم يعني ورغم كل المبادرات التي خرجت وستخرج لاحقا لا يبدو أن هناك حلا في الأفق. يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، في بس ملاحظة ستريمة، يعني تحدثتي
مع أستاذ عماد قلت له مثلا أنتم متهمون يؤخذ عليكم بشق البيت الشيعي. أنا أنقل وجهات نظر نعم. يعني ولا أتبنى أي منها، أنا أعتذر يعني لا أتبنى وجهات النظر، أنا ناقلة فقط. إذا سمحتي لي واضح ما يخالف ما يخالف أوكي. طيب ما الاتحاد الوطني ذهب مع الإطار يعني لم يشق، والاتحاد الوطني أيضا انسحب في الجلسة الأولى جلسة اختيار رئيس البرلمان. هو لو كان معي السيد وليد السهلاني كنت سألته نفس السؤال، ولكنه اعتذر مع الأسف يعني. إذا بالنتيجة اليوم لنتفق أن هنالك تغييرا في قواعد اللعبة السياسية، وأن هنالك تغييرا في الأعراف السياسية الموجودة اليوم. هنالك كتلة طولية تريد أن تبتعد عن التخندقات وعن البيوتات الطائفية، وبالتالي تشكلت هذه الكتلة من جميع المكونات العراقية وتمتلك أكثر من 180 مقعد، وهذه الكتلة تتبنى مشروعا اليوم. أنا كباحث يعني قريب من يعني قريب من الناس، قريب من القواعد الشعبية، أرى أن هذا المشروع أكثر قبولا من مشروع التوافقية اليوم الذي بدأ المواطنون يتضجورون من يعني لا فقط سماع العودة إلى يعني إلى التوافقية. المواطن يشعر معناه أنه العودة إلى الفساد والعودة إلى الخراب والعودة إلى سوء الإدارة وإلى آخره من يعني الإشكاليات التي حدثت خلال الحكومة السابقة، والتي اليوم دفع ضريبتها المواطن، واليوم المواطن يعاني من مجموعة من القضايا الأساسية والرئيسية والتي تحدثت عنها قبل قليل، يعني سواء كان على يعني المستوى الاقتصادي، على المستوى التعليمي، على المستوى الطبي، على مستوى البنى التحتية وإلى آخره، يعني القائمة قد تطول الحديث عنها. بالتالي اليوم هذا المشروع يعني قد يكون بداية جيدة إذا ما تم العمل به بشكل حقيقي، ولكن كيف سيتحقق هذا المشروع برنامج الموسى حتى هذه اللحظة لم يستطيع التحالف الثلاثي كما يقول يعني البعض، كي لا تعتبرني أني أتبنى وجهات نظر، لم يستطيع تشكيل نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، كيف سيتحقق هذا المشروع التي قلت أنت الذي قلت أنت بأنه يحقق تطلعات شعبية؟ يعني بالنتيجة اليوم قرار المحكمة الاتحادية، وجود الثلث المعطل متمثل بالإطار وحلفاء طبعا أخر من اختيار رئيس الجمهورية، بالتالي يعني تجاوز هذه المشكلة بالتأكيد سوف يسهل من عملية الإسراع بتشكيل حكومة، لأن بالنتيجة التحالف الثلاثي يمتلك الرقم الدستوري لعملية التصويت على الحكومة القادمة. بالنتيجة اليوم أعتقد أن التحالف الثلاثي بدأ يخطو خطوات أخرى في محاولة لمعالجة بعض الإشكاليات الموجودة، مثل الذهاب للتصويت على قانون أمن الغذائي داخل البرلمان، وهذا القانون قد يوفر يعني أبسط متطلبات معالجة إشكالية الوضع الاقتصادي، ارتفاع الأسعار، يعني حماية المواطنين أصحاب الدخل المحدود، أصحاب والذين يقفون على خط الفقر، وبالتالي تقديم معالجات حقيقية اليوم البرلمان يتبناها. أما بالنسبة لهذه الإشكالية فاليوم الحديث عنها لحد هذه اللحظة طيب. قد يكون حديثا صعب على الرغم من كثرة المبادرات التي قدمت، لكن صحيح. بالنتيجة هذه المبادرات هي عبارة عن مبادرات مكررة لم تقدم جديد، وبالتالي تبقى نفس المشكلة في بعض الأحيان. مبادرات مكررة تحاول تعطي امتيازا لطرف في معين، تحاول سياسي. سيد عماد باختصار يعني التحالف الثلاثي نعم وقتي يداهمني، اسف للمقاطعه سيد مناف الموسوي، يعني هناك اليوم يعني انظار تتجه الى اربيل بان تخرج من هنا من اربيل مبادره سياسيه ربما ترضي جميع القوى السياسيه، هل ننتظر هكذا مبادره سيد عماد؟ يعني وتحديدا من البارتي نتمنى، ومعروف عن البارتي وعن الرئيس مسعود بارزاني هو صاحب المبادرات نعم. أكثر من مرة في الانسدادات السياسية والأزمات السياسية هو من يطرح مبادرات ويحلحل هذه الأمور، ولكن هذه المرة يعني المسألة تختلف.
هناك موضوع مشروعان مختلفان، الأغلبية الوطنية المسؤولة عن الحكومة وعن الخدمات وعن الإخفاقات، والتوافقية التي وصفها السيد بالمقيتة بالمحاصصاتية. فإذا هناك مشروعان مختلفان، لا أتصور في تصوري لا أتصور أنه تكون مبادرة. لكن هذه الأغلبية ألا تقصي أطراف في العملية السياسية؟ لا أبدا. هو كل نظام أنظمة العالم البرلمانية هناك أغلبية فائزة وهناك أقلية خاسرة. أقلية الخاسرة عادة تذهب للمعارضة وتقوم بتقويم عمل الحكومات، والحكومة تكون مسؤولة عن هذه الأربع سنوات. ولكن الجماعة في الإطار يريدون العودة إلى مربع، دعيني أقول، التوافقية. هذه الوزارة لك وهذه المديرية لي وهذه وبالتالي من الخاسر؟ المواطن. لدينا تجربة 20 عام تقريبا على هذه التجربة التوافقية، يعني المواطن لم يرى سوى الفشل والفقر والجوع والحروب. صحيح. والويلات. لكن الآن تأكيدا لكلام ضيفك الكريم، هذا المشروع الأغلبية الوطنية له مقبولية في الشارع، وأمل العراقيين اليوم في هذا المشروع أن يطبق لعل أن يغير من حال المواطن. ولهذا نحن دائما ما نفتح هذا الملف، لأن هناك أزمات يعني تقف كبيرة. نعم. في حلق المواطن العراقي لم تحل حتى هذه اللحظة، في وقت يعني هذا المشهد من الانسداد السياسي والخلافات والتخاصمات. أشكرك جزيل الشكر، العضو في البارتي عماد باجلان، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا إلى الباحث في الشأن السياسي مناف الموسوي، شكرا لكما. بحت أصوات العراقيات وهن يطالبن بإلغاء المادة 398 من قانون العقوبات الذي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته. فأي قانون مشحف هذا يكافئ المجرم بدل محاسبته؟ تقول ناشطات. ماذا عن حوراء الطفلة التي اغتصبت على يد عنصر أمن وهي في عامها السابع؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار ارتكاب مثل تلك الجرائم التي تعكس واقعا مريرا وصل إليه المجتمع؟ نتابع التقرير. مرة أخرى تعود حملة موسعة للمطالبة بإلغاء مادة في قانون العقوبات العراقي توصف بأنها مثيرة للجدل، وتمتد لأبعد من ذلك لتصل إلى ما يوصف بمكافأة الجاني وعقاب الضحية. إنها المادة 398 التي تمنع معاقبة المغتصب عندما يتزوج الجاني ضحيته. نص المادة: إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل وبين المجنى عليها، وقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى، وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذه أيضا. ناشطات عراقيات يحاولن الضغط بشتى الوسائل من أجل إلغائها، ونظمن غير مرة حملات مكثفة لذلك، حيث أنهن يرين أن المادة المذكورة جعلت أمر إفلات المغتصب من العقاب غاية في السهولة، إلى جانب مطالبة الرصانة في العقوبات وعدم الجمع بين قوة القانون وأعراف قبلية أو مجتمعية. وتنحصر المطالب القائمة حاليا بإلغاء المادة لا تعديلها بغية الحماية والوقاية من كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولضمان بيئة تشريعية تقوم على العدالة والمساواة أمام القانون. جدير بالإشارة أن تماديا يراه مراقبون وحقوقيون جرى استغلالا لذلك. وصلت البشاعة فيه حد اغتصاب فتيات مختلات عقليا في مؤشر خطير يوجب الوقوف بحزم لوضع حد نهائي لبعض الوحوش البشرية.
أناقش تداعيات وتبعات هذه المادة التي دائما ما تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبير القانوني صفاء اللامي عبر سكايب، وكذلك الناشطة المجتمعية أنسام سلمان من بغداد، والناشطة المدنية ألاء الياسري أيضا من بغداد. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك آلاء، وخليني أبدأ من نتائج هذه المادة. أي أسرة يمكن أن تأتي، وكيف يمكن أن نتخيل شكل هذه الأسرة والبيئة، بيئة هذه الأسرة في حال أو في الأحوال والحالات التي تزوجت الضحية من مغتصبها؟ السلام عليكم، حياكم الله وحيا كل مشاهديكم ومتابعي برنامج منشط أحمر. أحب أشكركم بالبداية على استضافتي بهذا الموضوع اللي الحقيقة يعني صار فترة نشتغل عليه أني وباقي الناشطات ومؤسسات المجتمع المدني. الحقيقة هذا القانون المادة 398 هو تكريم للجاني وتكريم للمجرم المغتصب الذي قام بجريمة الاغتصاب بحق الفتاة، وهو بالتالي القانون ده يعطي الفتاة كأنما هي هدية أو كأنما هو جائزة لما قام به. والحقيقة احنا بالفترة السابقة قبل 2003 كانت هناك عندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا أخلاق وعندنا قيم ومبادئ، بحيث انه تكون مسألة الاغتصاب هي نادرة وقليلة جدا بالمجتمع العراقي. لكن بعد 2003 لاحظ انه هذه العادات والمبادئ والتقاليد بدأت تنحصر لأسباب عديدة، منها المخدرات، منها ضعف تطبيق القانون وسيادة القانون العشائري. فنلاحظ انه حالات الاغتصاب زادت بشكل كبير بالمجتمع العراقي، وصار تطبيق هذا القانون اللي هو 398 جدا واسع. لذلك نشوف الاهالي نتيجه للعادات العشائريه اللي هي مفروضه على المجتمع العراقي وهي اقوى من القانون، يضطرون يرضخون ويزوجون بنتهم، وتضطر هاي البنت انه تعيش 3 سنوات، لان هذا القانون ينص على انه تبقى العلاقه الزوجيه قائمه لمده 3 سنوات. ولكن كل سنه البنت راح كل يوم من هاي 3 سنوات البنت راح تتعرض الى نفس احساس حاله الاغتصاب في المره الاولى. اناقش هذه الجزئيه اكثر معك. نعم. ست انسام، يعني البعض ينظر الى هذا القانون بنظره ايجابيه، او هذه الماده بنظره ايجابيه، ويقول بانه هو يعني حقن للدماء ومحافظة على الشرف، شرف الضحية. كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن النظر إلى هذا القانون بهذه النظرة، وبأنه ربما يعني نتيجة لواقع المجتمع العراقي أنه هذا القانون يأتي ليخلص الضحية ربما من الموت أو من القتل؟ نعم ست أنسام. ست أنسام يبدو أنها ليست جاهزة معي، يعني أرحب مجددا بالخبير القانوني السيد صفاء اللامي. سيد صفاء، يعني بالعادة نحن نلجأ إلى القوانين لكي تحمينا، اليوم من يحمي المرأة من هذه المادة؟ مرحبا بك أستاذة ريمة، مرحبا بضيفتك ضيفتيك الكريمتين ومشاهدي ومتابعي برنامجكم. بس منحيني بعض الوقت حتى نستطلع هاي المادة القانونية. طبعا أني من دعاة، حاول اختصر لي قدر المستطاع. أني من دعاة النظر الإيجابية لهذه المادة، يعني علينا أولا أن ندرس الحالة ونشخصها، أنه إذا لغينا هاي المادة كيف ستكون الآثار المترتبة على الضحية المغتصبة؟ يعني هل تستطيع الزواج من شخص آخر؟ كيف اندماجها بالمجتمع؟ هل تستطيع التعايش بصورة طبيعية مثل أقرانها باقي البنات بالمجتمع؟ هذا هو الحل الأنسب اقترح المشرع العراقي من إيجاد هذه المادة اللي هي 398، وبالمناسبة مو بس بالعراق. لا اسمح لي سيد صفاء، يعني كيف للضحية أن تعيش مع مغتصبها؟
وكيف لها أن تعيش بدون مغتصبها؟ هل تستطيع الزواج من شخص آخر؟ كيف سينظر لها المجتمع؟ وإحنا مجتمع نعرف أنه ذات عادات وتقاليد. أنا ما أريد أدخل بهاي الجدلية وفلسفة الحياة والتعايش، بس أريد أقول أنه كل قوانين المنطقة العربية توجد مثل هاي المادة القانونية. بالمناسبة حسب الرأي الأخير لمجلس القضاء الأعلى، أنت رأي استفتت الدائرة التمكين المرأة من الأمانة العامة. سيد صفاء، جميع يعني أغلب الدول العربية قامت بتعديل هذه المادة، منها سوريا ولبنان والأردن حتى. أستاذة ريما، وفشلت بمصر. بمصر طبقوها، ألغيت هذه المادة وفشل تطبيق نطاقها. ليش؟ لأن المجتمع المصري مثل المجتمع العراقي وباقي المجتمعات بالدول الإقليمية مجتمعات متقاربة ومتعايشة، ففشلت هذه المادة من رادوا يطبقوها بمصر. ليش؟ لأنه وجدوا أنه هاي الفتاة عندما تكون ضحية نتيجة الاغتصاب لا تستطيع بعد ذلك التعايش في المجتمع بصورة طبيعية، ومن الأفضل أن يتم زواجها حتى خارج نطاق القانون. يعني حتى مع إلغاء المادة كان المجتمع المصري يستطيع تزويج هذه الفتاة الضحية من مغتصبها. ولكن عفوا منك سيد صفاء، كلامك هذا سيؤدي إلى اتساع هذه الظاهرة، يعني التبرير للمغتصب ويعني مكافأة وأفلات المغتصب من العقاب، هذا سيؤدي إلى تزايد هذه الظاهرة. وليس يعني نحن اليوم هناك مطالبات نسوية ومن حقوق الإنسان وكذلك مجتمعات ومنظمات مدنية يعني تطالب بإلغاء وضرورة إلغاء هذه المادة لما فيها من آثار مدمرة على نفس المرأة التي تدخل بهذه الأسرة وتربي أطفال جاءوا بالإكراه من المدافعين عن حقوق المرأة كثيرا. ولكن فاجأتني والله سيد صفاء، بس الأمور يجب أن نفهمها على أرض الواقع. يعني مثل هاي الحالة يعني لازم نتعمق بدراستها الحل الأنسب. أنا أقف مع رأي مجلس القضاء الأعلى. حاليا النطاق المطبق بالعراق هو قانون رقم 91 لعام 87 اللي تعدل من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، هو لا تتوقف الإجراءات القانونية من قبل بحق الجاني. خليني أحيل وجهة النظر هذه الذي يعني تقف ضدها أغلب النساء في العراق إلى ست آلاء الياسري لترد. ست آلاء يعني يتحدث السيد صفاء بنظرة واقعية أو نظرة مجتمعية بأن هذه القوانين بما معناه وليدة المجتمعات، وبأن هذه القوانين تحافظ على السياق العام للشرف، وربما كما قلت قبل قليل تحقن الدماء وتنقذ الضحية من القتل بحسب ما يقوله يعني السيد صفاء. وين الواقعية بالموضوع لما أني أزوج من إنسانة ضحية إلى مغتصبها إلى المجرم؟ زين، هل أنه بعد الزواج راح تنتفي فكرة أو تسمية أنها هي مغتصبة؟ طيب شنو حيكون تعامل أهل الزوج نفسيته اللي هو اغتصبها؟ شنو راح يكون تعامله وياها؟ لا، أنا دا أجني عليها أو دا أنقذ، راح يرجع يغتصبها ألف مرة. لا، أنا دا أنقذ الجاني من عقوبة، مو بس هي، يرجع يغتصب غيرها. ليش؟ لأنه هذا انفلات من العقاب. وأحب أنوه شغلة، قبل يومين شفت فيديو صاحب تاكسي كاتب على بالخلفية مال السيارة مالته، كاتب إذا أردت أن تتزوج من تحب فاغتصبها، ليزوجها لك القانون 398. تخيل الأستاذ المحامي اللي تقول أنا دافع عن حقوق المرأة، تخيل أنه شك الشاب هو مراهق او هو مريض نفسي، هذه عقد نفسيه مع الاسف يعني اهلها، انه يزوجوه هي يروح يغتصبها بدل من ان تحل هذه العقد النفسيه تصل لها القوانين. ممتاز ممتاز. أنا أدعو السادة القضاة بالمجلس القضاء الأعلى وسادة القضاة بالتحقيق وبكل المحاكم، تخيل سيادة القاضي أختك أو بنتك زين تكون مطمع لشخص مريض نفسي ويجي يغتصبها وهي ما إلها أي ذنب، راح تضطر أنه تزوج هي. ليش؟ على مود سد العار، وعلى مود الشرف، وعلى مود كذا كذا. وإحنا بمجتمع عشائري، مجتمع تجبر المرأة على التنازل. هذه أحد النقاط بضغط من العشائر. ست آلاء، كنت رح أجي على ذكر هذا الموضوع. يعني البعض أيضا يبرر هذا القانون بأنه مجتمع العراق مجتمع عشائري، وربما هذه القوانين فعلا يعني
تستر على الفضيحة. أنا آسفة أتحدث، لكن يعني أتحدث بلسان حالها يحافظ. يعني من يؤيدون هذه المادة. بلي أنا مكان ما أشرع قانون يحافظ على حياة البنت، ومكان ما أخلي لها أوفر لها دور لإيواء المعنفات وضحايا الاغتصاب وضحايا الزنا، أجي أشرع قانون يجبرها أنه 3 سنوات تغتصب ويكون عندها طفل من المغتصب مالتها؟ شنو راح يكون شعور الأم اتجاه ابنها إذا أبوه اغتصبها؟ شلون راح تتحمل؟ زين ورا 3 سنوات شنو راح يكون حالها؟ راح تكون هي مطلقة وبالتالي هي عرضة للابتزاز. ست أنسام أصبحت جاهزة معي كلام الناس. طيب هي المطلقة ما يحجون عليها؟ ست أنسام، يعني بين العيب المجتمعي والتستر على الفضيحة وحق الدماء وبين حق يسلب، ما هو الحل مع هذه المادة؟ مساء الخير. طبعا أني أتفق جملة وتفصيلة مع الست الزميلة آلاء الياسري، كل الكلام اللي تفضلت به هو كلام صحيح وكلام واقعي. اليوم أي شخص يبرر للمغتصب جرمه ويضع اعتبارات للمجتمع على حساب الوضع النفسي للمرأة المتعرضة للاغتصاب اللي هي لا حول ولا قوة، مجرد هي ضحية مرض نفسي يتمتع به اليوم الكثير من للأسف الشباب والشياب وحتى المراهقين دون وجود أي رادع قانوني حقيقي يحد من هذه الظاهرة. بل أكو مادة قانونية يمشي بها اليوم للأسف القضاء العراقي، هي المادة 398. هذه المادة القانونية بصراحة يعني هي مجحفة، مو بس بحق المرأة، بحق المجتمع أجمع. لأن اليوم أي زواج يتم كان سببه موضوع الاغتصاب راح ينم عن أولاد. ولكن طيب الأولاد كثير من العائلات والأسر هم وأبوهم. نعم. يعني تجد في هذه المادة ربما سبيلا أو حلا لهذه المصيبة التي وقعت فيها ابنتهم أو أوقعت أو زجت بها أو تم الاعتداء عليها. نعم نعم. يعني يجدون فيها ربما حلا دبلوماسيا أو مناسبا. نعم. لأن ما حد يفكر بحل جذري. ست من سنوات هاي المادة مشرعة، من سنوات طويلة. اليوم الواقع يعني الواقع تقدم، والمنادات بحقوق يمكن قبل ما يشرعوها كان المشرع استنبط هذه المادة وفقا لأعراف وتقاليد المجتمع العراقي. لكن اليوم أنا ما أفكر يعني بهذه التقاليد، أنا أفكر بالنتائج تشريع هذه المادة. تمام. نتائج إعفاء المجرم من ارتكاب جريمته. لذلك أنا أشوف أنه لأن ماكو أصلا أي مبادرة حقيقية وجدية، ممكن احنا نترك النظام السابق نبدي من 2006 لحد هسه كم دورة برلمانية. تمام. ابقوا معي ضيوفي الكرام بالبرلمان العراقي اليوم حثت. نعم. ابقوا معي ضيوفي الكرام لنتابع يعني بعض ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر على هذه المادة، والتي دائما ما تثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ابدا من تغريدة هبة النائب التي تساءلت في تغريدة لها: لماذا نريد إلغاء مادة 398 من قانون العقوبات العراقي؟ معنويا هي مادة مهينة لضحايا الاغتصاب من النساء، حتى إن لم يتزوجن المغتصب، مجرد وجود هذه المادة ووجود مخرج للمغتصب هو إهانة للنساء، بالإضافة إلى عدم منطقية أن يوضع مخرج قانوني مثل هذا لإلغاء العقوبة عن مجرم مرتكب لجريمة الاغتصاب. مرفقة التغريدة بهاشتاغ إلغاء مادة 398. كذلك تغريدة أخرى لشهد علي، تتساءل شهد هي الأخرى وتقول: كيف يمكن لامرأة أن تعيش مع شخص قام باغتصابها ثم يتم خذلانها من قبل الأهل والمجتمع والقانون؟ ترى ما هي كمية الآلام؟ رفل، تغريدة رفل تقول: فوق ما الضحية تحدثت نفسي بسبب
اللي صار لها يتم تزويجها من المغتصب، وهذا كله يعتبر شيء كبير من استمرار هالأمر، لأن ببساطة المغتصب يقدر ينجو من العقاب بهذه المادة الإجرامية، تصفها بأنها مادة إجرامية لأنه ببساطة يعني يفلت المغتصب من العقاب. مادة أو تغريدة عفوا أخرى تقول: أبرار وردي فوق ما الضحية تحت. يبدو أنها نفس التغريدة، يقدر ينجو، هذه نفس التغريدة التي قرأتها. إذن هذه أبرز التغريدات التي يعني تناولها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يعني تتساءل عن الأسباب والنتائج المجتمعية لهذه المادة التي يطالب يعني الكثير من النشطاء والناشطين والناشطات بضرورة إلغائها بأسرع وقت ممكن. أعود إلى ضيوفي الكرام وإليك سيد صفاء. يعني هناك مثل يقول: جنت على نفسها براقش، وأنت بوقوفك مع هذه المادة ربما ستثير كثير من منظمات المجتمع المدني والناشطين ويعني الجمعيات النسوية ضدك، وأنا أعرفك كما قلت وأعرف آرائك يعني تبني حقوق المرأة وحقوق يعني الإنسان بشكل عام. إذا يعني من المستغرب شخص حقوقي مثلك أن يقف مع هذه المادة. أول مرة أنا أشكرك على الإطراء، ثانيا أقدر مشاعرك كونك امرأة وتتعاطفين مع قضايا النساء، ثالثا أتمنى تخصصين حلقة كاملة في برنامجك المتابع والشهير من قبل كل العراقيين والعراقيات. بس أريد أعلق على نقطة مهمة، أنه هذه المادة لا تجبر الضحية على الزواج من مغتصبها. يعني بمعنى أنه هي راح تخير أنت توافق بالزواج، إذا ما تري إذا تريد تطبق الإجراءات القانونية بحقه هو ما توافق، ما تقبل بالزواج من عنده ويطبق القانون بحذافيره حتى يوصل للإعدام. ماكو مشكلة في هذا الموضوع يعني، بس إذا هي موافقة، هي موافقة إنه تتزوج من عنده، وإذا كانت دون سن ال 18 بس هي ما عندها خيار آخر غير إنه توافق، وإلا ستقتل، ستقتل وستحرم من الزواج طيلة حياتها. لا في حال لم تقتل. هي إذا ما تريد هذا الزواج وتعتبره مجرم، أنا مثلك أعتبره مجرم، زاني، فاحش، كل الآثار السلبية به، بس هي إذا تريد توافق تقبل إنه حتى تتعايش بالمجتمع، ولكن راح تكون منبوذة بالمجتمع، خلينا نتعامل. طب ماذا عن معاقبة الجاني؟ يعني هذا القانون يعني يعطي سك البراءة للجاني. لا، القانون العراقي لا يعطي سك البراءة للجاني، القانون العراقي يخفف العقاب وليس يوقف الإجراءات القانونية. كيف؟ أنت قلت أنه يعني في حال استمر الزواج 3 سنوات تسقط العقوبة عن المغتصب. أستاذة لا تسقط العقوبة، بس خلينا نفهم القانون جيدا، موقف القانون العراقي من ذلك. طيب. في عام 1960 كانت المادة القانونية 398 تعفي الجاني من العقاب. تتوقف كل الإجراءات القانونية. في صدور قانون عام رقم 91 لعام 87 من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل عدل هذه المادة وقال أنه ما تتوقف الإجراءات القانونية وإنما يخفف العقاب. يخفف العقاب بمعنى إذا العقوبة الإعدام تنزل مؤبد، إذا مؤبد بأي منطق؟ 15 إذا 15 بأي منطق يتم تخفيف العقاب عن مغتصب سلب حق؟ اسمحي لي، في حالة انه تزوجها، المبدا شنو المشرع العراقي؟ المشرع العراقي ده يقول انه هاي الانسانة الضحية إذا ما رفضت الزواج من عنده تطبق كافة الإجراءات القانونية بحقها، إذا هي موافقة أصلاً انه تزوج من عنده، خلص المفروض خلال 3 سنوات تكون بيناتهم ألفة، تكون بيناتهم هي كافية لإيجاد حمل بيناتهم وتتكلف أسرة وينتهي التوتر اللي بيناتهم. اسمح لي سيد صفاء، يعني الألفة مع المغتصب هي نحن أمام عقد نفسية يجب أن نعالجها لا أن نسن قوانين لها. أعود إليك أنسام. الآثار النفسية أفضع من ذلك أستاذة ريما، الآثار النفسية إن لم تتزوج من ذلك المغتصب أوضع المجتمع ينظر لها بنظرة سلبية وسيئة جدا، ولذلك هو علاج للحالة اللي يمر بها الجاني المغتصب. هي إذا ما توافق تطبق كل الإجراءات القانونية بحقها.
أرجو أن السيدات الناشطات أنا رح أرجع أفتح هذا الموضوع لأهميته وسأخصص مجال أكثر لك سيد صفاء لتوضح وجهة نظرك، لكن وقتي لا يسمح لي، أود أن أنتقل مجددا إليك أنسام. يعني في حال فرضنا أمر واقع بأنه الضحية ستتزوج، ما عم طلع معي الحكي، ستتزوج من المغتصب، أي أسرة ستأتي؟ يعني نفسية، يعني إذا كان هناك من يخفف على المجرم، قوانين تخفف على المجرم، من يخفف على الضحية؟ نعم ست، هو أصلا إحنا بدنا نحكي أصلا عن وضع الضحية وعن ظروف النفسية للضحية، ما بدنا نخليها أولوية، إحنا بس بدنا نخلي أولوية للمجتمع. يعني كلام الأخ هنا أنا صفاء إنه دا يقول إنه أهم شيء المجتمع ونظرة المجتمع. أنا مدى أجي مدى ألقى أي يعني أي حلول جذرية لموضوع يعني اغتصاب النساء وتبويب الموضوع بأنه تزويجهم لتخفيف العقوبة عسى ولعل أنه يعني شلون يصير بيناتهم ألفة ومحبة. طيب هو مجرم، هو المغتصب قاتل، يعني شو الفرق المغتصب عن الـ عن الـ عن القاتل؟ كثير من النساء اللي تعرضوا لاغتصاب انقتلوا لعدة أسباب، لأن هو المغتصب يملك شيء نفسي، وإنسان مختل نفسيا يملك عقدة نفسية، ترجمت العقدة النفسية على أرض الواقع لاغتصاب فتاة ممكن تكون بأغلب الأحيان هي قاصر. لا. طيب ما هو أنا هنا أنا من دا أفتح له مجال وأخفف العقوبة عليه، ما أعرف هو قانون، ما أعرف مجلس قيادة الثورة، ما أعرف من أي باب ارتقى أنه يخفف العقوبة على الجاني مرتكب الجرم، هذا الجرم اللي أنا أشوفه حاله حال القتل بصراحة، أنه أخفف العقوبة عسى ولعل أنه يقعدون تحت سقف واحد وهي السامحة. طيب يعني أنا امرأة اليوم، إذا أحد اليوم تعرض لي ممكن لتحرش او لكلمه اساء بحقي ما راح اسكت له وما راح اسامحه، طيب شلون لما يكون هذا شخص غريب او شخص قريب وانتهك عرضي وخلاني اني بموقف المجتمع كله يذمني واني مالي ذنب مجرد كوني امراه، اني امراه اطلع لمكانات العمل وصاحبه سياره ممكن اتعرض بالطريق السريع او الطريق العام، الطريق ما بي كاميرات ما بي قوات امنيه، اتعرض لعمليه اغتصاب، اتعرض لعمليه خطف، باكر عقبه من يجون على اهلي يقولون لي ارض الواقع لان المجتمع يبقى سؤال. اي مجتمع يا اختي، اي مجتمع هذا اللي نفكر به ونترك احنا الاثار النفسيه على المترتبه من موضوع الاغتصاب على نفس المرأة؟ أنا مدى أفتهم أنت قلتيها أنسان بأنه يعني لا أحد يهتم للضحية ولا للآثار النفسية، ربما نحن نتحدث في عالم آخر مع أبداً. الأسف يبقى السؤال من يحمي المرأة، وستبقى المرأة عرضة لكل أنواع الإهانة والانتهاك بحقوق وحقوقها تحديدا من دون أن نستطيع فعل شيء سوى الحديث عن هذا في البرامج والإعلام. أشكرك جزيل الشكر الناشطة المجتمعية أنسام سلمان من بغداد، والشكر موصول إلى الناشطة المدنية ألاء الياسري أيضا من بغداد. أيضا يعني شكرا جزيلا لك الخبير القانوني صفاء لامي، كنت ضيفي عبر سكايب. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام ملفات نشرة أحمر لهذا اليوم، موعدنا يتجدد يوم غد، إلى ذلك الحين كل التحية، إلى اللقاء.